مرحبا فيكم واهلا وسهلا مره ثانيه في اهم مكان ممكن تزوروه في مدينه اوتاوا. اول ما تنزلوا من المطار لازم دايركت تيجوا على عنوان 111 ويلينغتون ستريت اللي هو مبنى البرلمان الكندي. هذا المبنى يعتبر هو الجوهرة في مدينة أوتاوا، ولكن للأسف المبنى عم بيصير له رينوفيشن، فالناس عشان هيك للأسف مش حتقدر تدخله من هون لمدة 10 سنوات اللي هو السنترال بلوك. المبنى هذا بتكون من سنترال بلوك، ايست وويست بلوكس اللي انتم شايفينهم جنبي، وفي نصف البرلمان او نصف المبنى هذا او امامه في السنتينيال فليم، هذا تم افتتاحه بمناسبة 100 سنة للكونفدرالية تبعت كندا. وامام المبنى زي ما انتم شايفين في حديقة كبيرة، هذه الحديقة تعتبر من اهم الحدائق اللي بتجمع فيها الكنديين، بيقدروا يعملوا فيها ديمونستريشن ويعبروا عن ما بدهم اياه، فعم بياخذوا بيرميت، بيقدروا يجوا حتى يدخلوا حشيش هون. المنطقة تعتبر آمنة جميلة جدا. هنحكي لكم أسرار كثير عن هذا المبنى، هذا الفيديو راح يكون طويل جدا لأنه مهم، بس عشان تقدروا تدخلوا على هذا المبنى لازم تعملوا أونلاين بوكينج. أونلاين بوكينج أسهل طريقة عشان تقدروا تعملوا تور داخلها، أو الحقوني ممكن تروحوا على المبنى اللي مقابله تعملوا غاد ريزرفيشن للتيكتس. عادة بتكون فولي بوكت، فاعملوا ريزرفيشن أونلاين أحسن لكم. هحط لكم الرابط على الصفحة. هذا الفليم زي ما انتم شايفينه هو عبارة عن دمج بين الماء والنار. طبعا زي ما انتم شايفين في هذا احد الاسرار الموجودة في هذا المبنى انه في فلوس الناس بيزتوها هون. هذه الفلوس كل سنة بتتجمع مرتين بالسنة وبتروح دونيشن لاحد الفند اللي موجودة في أوتاوا. طبعا هذا المبنى زي باقي المباني اللي موجودة فيها أسرار وقصص كثيرة. داخل هذا المبنى في لايبرري، هذه اللايبرري من أشهر الأجزاء اللي موجودة في السنترال بلوك اللي أمامكم. هذا اللايبرري في كتاب بيساوي 15 مليون دولار، هذه أحد أهم الشغلات اللي بيعرفوهاش حتى الناس اللي بتشتغل جوا. هذا الكتاب اسمه The Birds of America للرسام المشهور جون جيمس أودبون، أهدته زوجته أو باعته للحكومة الكندية في 1857، يعني له حوالي 160 سنة أو 70 سنة. بضم هذا الكتاب رسوم تمثل الحجم الحقيقي لأكثر من 450 فصيلة من الطيور وألف صورة منفردة. زي ما أنتم شايفين في السقف تبع البرلمان لونه هون بيختلف عن لونه في المبنى اللي هون. ليش؟ لأنه هذا نحاس، فعشان يسووا هذا اللون الأخضر اللي أنتم شايفينه وضعوا بول الأحصنة على سقف البرلمان سنة 1916. صار في حريق مشهور في هذا البرلمان، هذا الحريق أدى إلى سقوط البرلمان كامل، فرجعوا بنوه، بس عشان اللون يتغير بسرعة حطوا بول الأحصنة عشان يسرع الأكسدة للنحاس والحصول على هذا اللون الأخضر الأسطوري اللي بيميز البرلمان. طبعا تم ترميم هذا البرلمان في 1995 وغيروا هذا النوع، لكن هذا السيكريتس ما ناس كتير بيعرفوه. طبعا بالنسبة للعلم، العلم The Flag زي ما انتم شايفين اليوم منكس لأنه في سيناترز توفت البارحة. هذا العلم بتغير كل يوم، في ناس أو موظفين خاصين بيطلعوا لقمة هذا البرلمان وبغيروه. أي كندي ممكن يتقدم عن طريق الويب سايت للحصول على العلم هذا، لكن طبعا الدور طويل جدا ولازم يتحلى بالصبر عشان يحصل على هذا العلم، قد يصل إلى 70 سنة في الانتظار.
ساعة البرلمان اللي انتم شايفينها الكلوك هاي عمرها ما بترجع لورا. عادة شو بصير؟ الكنديين بيرجعوا ساعتهم وبقدموها حسب التوقيت الصيفي والشتوي، لكن هاي الساعة ما بترجع لورا. شو بصير؟ بوقفوها ساعة كاملة ما بتتحرك، وبعدين بيرجعوها تكمل بعد ساعة. في هذا البرلمان في سيكرتس موجود انه في لجنة خاصة بتختار المشروب الرسمي للبرلمان او الويسكي عشان الحفلات اللي بيقوموا فيها، وهذا تقليد صار من 2003. ممكن تقدر تشتري هذا الويسكي سبيشل من المبنى جوا، لكن هذا التقليد اللي موجود. في غرفة موجودة في البرلمان غير مستخدمة، كانت هاي غرفة لرئيس الوزراء الكندي الأول اللي هو جون سيري جوني ماكدونالدز، وما في أحد بيقدر يدخلها. موجودة في الإيست بلوك، وهي بين مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ. كان ماكدونالدز رئيس الوزراء من 1867 ل 1873، وعاد بعدين من 1878 ل 1891. المبنى اللي أمامنا هذا مبنى رئيس الوزراء الكندي الحالي جاستن ترودو الحالي الآن، وهو بموجود فيه. برضو في غرفة وفي تونل سيكرتس بطلع من غرفته الخاصة اللي موجود فيها إلى غرفة تانية عشان يهرب من الصحفيين أو الزوار اللي غير مطلوبين. وموجودة هاي في عدة مكاتب، ومن أهم هذه المكاتب اللي هو مكتب رئيس الحزب المعارض اللي هو هلا أندرو شير. الأعلام اللي ممكن ترفرف فوق البرلمان الكندي اللي انتو شايفينه هون اللي هو العلم الكندي، بس مش دائما العلم الكندي. فإذا اجت الملكة اللي برفرف فوق البرلمان علم انجلترا، لأنه احنا تابعين للموناركي البريطاني، علم انجلترا عمره ما بتنكس. وإذا اجت الجبرنر جنرال بحطوا العلم الخاص فيها. احنا حكينا لكم انه في 2004 صار دخول واحد من الارهابيين على هذا المبنى واطلق الرصاص بالقرب من وجود رئيس الوزراء. الحمد لله ما اصاب احد وتم قتله داخل البرلمان، لكن مكان الرصاص لسه موجود. هلا مع رينوفيشن اكيد راح نروح. هاي الساعة بتدق كل 15 مينتس. هذا اسمه البيس تاور، يعتبر من أهم وأجمل المعالم اللي أضيفت للبرلمان، لأنه بيمثل دور كندا في الحفاظ على السلام في العالم. إنه في هذا المبنى الشخص الوحيد اللي بيستطيع إنه ينام فيه، احذروا، لا مش رئيس الوزراء الكندي، اللي هو رئيس مجلس النواب أو الهاوس أوف كومن، اللي هو بسموه سبيكر أوف ذا هاوس. إله أبارتمنت موجودة في المبنى هذا، وهو الوحيد اللي بيقدر يستخدمها مع عائلته. طبعا خلفي زي ما انتم شايفين تمثال للملكة فيكتوريا. شو دخل الملكة فيكتوريا في البرلمان الكندي؟ اكشلي الملكة فيكتوريا هي أول واحدة اختارت مدينة أوتاوا أنها تصبح الكابيتال للكومينج فيدريشن. الاختيار كان في 1856، الفيدريشن صار في 1867. فعشان هيك تعتبر الملكة فيكتوريا اللي اختارت هذا الموقع. ليش اختارت هذا الموقع؟ لأنه مدينة هاي كان اسمها باي تاون، بنوا فيها قناة بتوصل من مدينة كينغستون اللي كانت عاصمة الولاية البريطانية في مدينة مونتريال أو موريال اللي كانت عاصمة المقاطعة الفرنسية. توصل هذه القناة اللي هي بنيت، راح نورجيكم في فيديو ثاني عن هذه القناة أكثر، توصل بين مدينة كينغستون ونهر أوتاوا اللي هو يعتبر أهم الأنهار الموجودة في مدينة أوتاوا. وبعدين ممكن تنتقل من نهر أوتاوا إلى نهر سان لوران وتروح على مدينة مونتريال بالماء. فموقع هذه المدينة كان رائع جدا، هو في شمال الغربي لمقاطعة أنتاريو وفي جنوب مقاطعة كيبيك. فموقعه استراتيجي مطل على النهر المهم جدا وهو نهر أوتاوا. من هون جت التسمية باي ذا واي. الاسم OTTAWA أوتاوا إجا من كلمة
أدوى اللي هي كلمة للأبوريجينال أو السكان الأصليين وبتعني التريد أو التجارة، لأنه في هذا المكان كان في كتير تريد خاصة مع وجود النهر، وكانوا يجوا كتير على هذه المنطقة عشان يعملوا تريد. مدينة أوتوا تعتبر مدينة صغيرة، هي رابع أكبر مدينة في كندا، لكنها من أهم وأجمل المدن الموجودة في كندا صدقا، صدقوني لما تيجوا راح تشوفوا هذا الشيء. عدد سكانها 1,000,000 نسمة فقط، لكن لو جمعناهم مع جاتينو بيصيروا 1,250,000 تقريبا أو 1,300,000. شو الرابط بين مدينة أوتوا وجاتينو؟ مدينة أوتوا وجاتينو يعتبروا توأم، بسموهم الناشونال كابيتال ريجن بالفرنسي أوتواي، وفي كتير ناس ساكنين هون وناس هون وناس بيعيشوا بيشتغلوا وناس بأوتوا وناس بيشتغلوا في جاتينو، ففي خلط كتير بين المدينتين، مع إنه مدينة جاتينو تابعة على المقاطعة الفرنسية كيبيك أو الناطقة باللغة الفرنسية كيبيك، وأنتاريو أوتوا تابعة على مقاطعة أنتاريو. المبنى اللي وراي اسمه مكتبة البرلمان أو Library of Parliament. هذا المبنى مشهور كتير لأنه هو الوحيد اللي قدر ينجو من حريق صار في فبراير، 3 فبراير سنة 1916، أصاب البرلمان كله، البرلمان كله وقع تقريبا لأنه كان مبني من خشب، وواحد من العمال اللي في جوا البرلمان سكر البرلمان فأنقذ البرلمان من أنقذ المكتبة من الحريق، لأنه كان لو صار حريق كان صار ديزاستر، كلها كتب وكتب غالية جدا. وحكينا أنه أحد الأسرار الموجودة فيها أنه فيها كتاب كتب بالملايين، بس هذا الكتاب المشهور فيها The Birds of America اللي هو أغلى كتاب موجود في البرلمان. هلأ في سر تاني بدي أحكي لكم إياه، أنه تحت البرلمان في بار، نعم كان في بار موجود هون، كانوا زمان النواب والسينتس بعد ما يخلصوا هذا ينزلوا على هذا البار يشربوا شوية الكهول، طبعا من فترة طويلة منع هذا البار وبطلوا يستخدموه. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.